بحييكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتابعوا الحل عنا. بعايد اللبنانيين عموما وبحيي المسلمين خصوصا ان كانوا في لبنان او بالعالم العربي او في اي بلد عم بتابعونا اليوم براس السنه الهجريه يلي هو يعتبر الحدث الثقافي فيه المسلمين اليوم الاول من شهر المحرم، الشهر الاول في التقويم الاسلامي. يستخدم كثير من المسلمين هالتاريخ ليتذكروا أهمية هالشهر حيث حدثت الهجرة، هاجر فيها النبي محمد إلى المدينة المنورة. بالنسبة للمسلمين الشيعة محرم هو شهر الحزن والأسى لأن فيه ذكرى وفاة الإمام الحسين وأصحابه في يوم عاشوراء، حيث أن التقويم القمري الإسلامي أقصر من السنة الشمسية ب 11 إلى 12 يوم، فمحرم يأتي في مواسم أو فصول مختلفة عن السنة الميلادية. من المسؤول؟27 أيلول 2013 غرقت إحدى العبارات البحرية في أندونيسيا المتوجهة إلى الشواطئ الأسترالية وعلى متن عدد من المهاجرين اللبنانيين معظمهم من بلدة قبعيت العكارية. هذه الرحلة كانت رحلة مأساة إلى هؤلاء، اضطروا يتركوا لبنان لأنه ما عادوا امتلكوا لقمة العيش بكرامة، فاضطروا إلى المغادرة بهالطريقة على أنه يلاقوا عيشة كريمة أكثر في أستراليا. ولكن كان البحر في انتظار البعض منهم، وذلك مقابل 10,000 دولار من قبل أحد المحتلين يلي موجود حاليا في السجون الأندونيسية. أسدلت الستارة على عودة معظمهم إن أحياء، وأيضا للأسف على جثامين أيضا، وهناك بعض ناس مفقودين. ولكن قبعيت اليوم من بعد هالمأساة هيدي كيف عايشين هالعائلات؟ معنا مباشرة على الخط رئيس بلدية قبعيت الدكتور حمزة عبود. يعطيك العافية. يعطيك العافية على السلامة. يعني 18 ناجي وأيضا كان في جثامين لعدد لا بأس به هناك مفقودين، ولكن السبب واحد هو لقمة العيش بكرامة. هل تأمنت لهؤلاء؟ بداية يعطيك ألف عافية وبدي أهني اللبنانيين ككل والمسلمين بشكل خاص بعيد المجيد، وإن شاء الله الله يعيده علينا وعلى اللبنانيين بشكل عام بأوضاع تكون أحسن وأفضل من الحال اللي نحن فيه هلا. ستنا بداية خليني أوضح بعض الأمور. يلي حدث بأندونيسيا كان حدث عظيم وكارثي مأساوية إنسانية بامتياز على مستوى لبنان ككل، لأنه المسؤولية مش مسؤولية ابن أبعيد وحده يلي هي سببت بهذا الحادث وهذه المشكله، المسؤوليه على مستوى لبنان. على كل حال دكتور، ابن قبعيت او اي بلد لبناني يعاني ما يعانيه ابن قبعيت، يعني هناك مأساة حقيقيه هي النظر الى لقمه عيش اللبنانيين بكرامه وين من وجدوا. يعني هناك شأن سياسي، هناك شأن اقتصادي، المفروض ان يلتفت اكثر الى المواطنين اللبنانيين، وما حصل في قبعيت يحصل ايضا في غير مناطق لبنانيه. صحيح ستنا، اعطيك اكثر من مضبوط. انا طبعا انه الحادثه اللي حدثت والمسؤوليه الكبيره هي يمكن في بعض الشباب يلي قدروا يوصلوا على اندونيسيا ويعبروا على وبدهم يعبروا على استراليا، يمكن وضعا نوعا ما قدروا عنده بيت باعه، اللي عنده سياره باعه وقدر بلغ يعني جمع مبلغ معين حتى يخطي على الخطوه هيدي. اما اذا بده ينفتح الباب يعني الباب على لمعظم اهالي اللبنانيين وخصوصا منطقه عكار، في ناس ما مش قادرين يجمعوا ال 10,000 دولار اللي هي كانت ممكن تكون كفيله لحتى يخطوا على الخطوه، ممكن يمكن طبعا على حياه افضل واحسن منا اللي عايشين فيها. ومثل ما ذكرت لك انه الحرمان والبطاله وعدم الامان والاستقرار في هذا البلد الحبيب على قلبنا كليتنا هو السبب المباشر اللي دفع شبابنا وعم يدفع شبابنا بطريقه قانونيه او غير قانونيه، لان فعلا في عندنا شباب من لبنان من عكر ومن لبنان ككل عم بيسافروا بطريقه شرعيه وقانونيه
لحتى يعيشوا حياة، وعم بيهربوا منها حياة المأساوية اللي عم بيعيشوها، والحياة وطبعا مثل ما ذكرت انه البطالة وعدم الاستقرار وما الى ذلك. هاي الدوافع اللي هي فعلا عم تسبب هذه الاشياء اللي عم يصلى للاسف الشديد. دكتور، ما هو وضع هذه العائلات حاليا، يلي رجعت، يلي بعدها بانتظار مفقودين، يلي خسرت كمان يعني ارواح، شو وضعهم اليوم؟ هل هناك التفات من الدولة تجاههم؟ يعني مشكور كل من ساهم في حضورهم إلى لبنان، وإن كان تيكت طيارة أو دي إن إي أو شو ما كان، ولكن اليوم كيف عايشين؟ في حدا عم يلتفت فيهم؟ نحن إن شاء الله بتكون بين كل جانبهم دائما، نحن شبابنا أولادنا اللي رجعوا من أندونيسيا وخسروا عائلاتهم كاملة متكاملة، رجعوا يعني راحوا عادة 10 أشخاص، رجع الشخص لوحده. فعلا كنت أنا على الطيارة اللي رجع عليها هو الشخص اللي اسمه حسين خضر، اللي فيها 8 أولاد ومرته، قال لي جينا هون ضيعة، يعني بمعنى أنه 10 أشخاص لكن هلا رجع لوحدي، حرق قلبي. يعني فعلا وضع مأساوي، كان وقف فيه كثير مأساوي وإنسانية يعني بامتياز. ونحن بعدنا لجانبهم واقفين حدهم، وبس. اما بالنسبه للدوله اللبنانيه، مشكور على كل شيء انجزته، لان فعلا لما كنت انا باندونيسيا وشفت الناجين يلي نجوا من هالعباره، كان في ولد حوالي 12 سنه عمره من الدوله الايرانيه، فقد كل عائلته، بي هو لوحده اللي نجي من العباره. وللاسف انه الدوله الايرانيه ما قدروا فيه، حتى ما اهتموا بامره، حتى الله يعطيها العافيه ونوجه تحيه كبيره ست جوانا ازدي القائمه بالاعمال اللبنانيه، هي اللي بلغت عنه الخارجيه الايرانيه لحتى قدروا يتواصلوا معه. وكمان في شباب من الاردن، يعني لبنان الدوله اللبنانيه اهتمت بها مقطع بالذات، يعني بالوقت يعني يعتبر بعد الكارثه، لا تكون هذا الكارثه الاهتمام هيدا. نعم، تمت ضمن الكارثه، تمت من هيك. انا اليوم عم بقول انه من هيك اتصالي بحضرتك، خصوصا مع بدايه السنه الهجريه، اتصالي بحضرتك دكتور بس حتى اعرف انه هؤلاء اليوم يلي بيع مبيعه، يلي بيع ممتلكاته، يلي ما بقى عنده بيت، يلي قاعد عند قرايبين، طب هودي كيف بدهم يستمروا؟ شو رح ينعمل لهم؟ هيدا سؤالي. نحن مثل ما ذكرت لك انه الشباب رجعوا، اللي ما كان، اللي كان عنده بيت بيعه، واللي كان عنده يعني مدخول عن مثل السياره او في اتصالات من قبل المعنيين، من قبل من هيك في اتصالات من قبل مسؤولين، من قبل دوله، تامين عمل لهم، تامين مسكن لحين ما يرجعوا يلموا حالهم. هذا ما في شيء، هذا لحد هلا ما توصلنا لاي نتيجه بهذا الخصوص. ما حدا، لا باكد لك انه ما حدا وصل اي شيء للشباب، يعني حتى يقدروا يوقفوا على اجرين اقتصاديا ابدا. بس بدي اذكر طبعا نحن اللي عم بيساعدنا بنقول عم بيساعدنا، واللي ما ساعدنا طبعا بنقول لا ما ساعدنا. يلي ساعدونا طبعا اجى الشباب من قبل حزب الله وعزونا، وقدموا حوالي 15000 دولار لكل الخمسه العائلات يلي هن متضررين بهالحادثه. هذا كل ما توصلنا له لحد الان، يعني عدا تيكتات طياره من قبل الشيخ سعد الحريري ودوله رئيس مئاتي. طبعا هذول اللي ذكرتين حضرتك، لذلك انا ما ولكن نعم، شو بتطلب اليوم يعني كرئيس بلديه اليوم؟ طيب شو مطلوب هلا؟ فخامه الرئيس اكيد يعني قال انه طالب بإلاء الشان السياسي والاقتصادي الاهميه حتى لا تتكرر هذه المأساة. اليوم شو مطلوب ينعمل؟ شو المطلوب لإلهم؟ في نقطة كثير مهمة اللي يضوي عليها، انه الشباب اللي رجعوا من اللي خسروا عائلاتهم رجعوا بحالة نفسية مش لا يستدعوا عليها. يعني انا بأكد لك انه بحاجة لطبيب نفسي لحتى يرجع يرمم الحالة النفسية اللي عندهم. وطبعا تحياتنا لفخامة الجمهورية ولا لدوله الرئيس مئاتي ودوله الرئيس نبيل بريد ودوله الرئيس سعد الحريري. نحن اليوم بدنا نقول يعني انهم يوقفوا معنا ويوقفوا مع الشباب اللي خسروا كل شيء، مالا وحالا واولادهم واطفالهم وابنائهم. بتمنى ان يوقفوا معهم وقفه مسؤول لحتى يرجعوا الشباب يقدروا نوعا ما يعني ينخرطوا بالانسانيه اللي هي فعلا صارت مفقوده عندنا بلبنان
بالوقت بلبنان. انا بدي اشكرك دكتور حمزه، انا بدي اشكرك، وانا بدي اقول اكيد لكل الخيرين يلي بيقدروا كمان وكدوله لبنانيه انه ما حصل هيدا لازم يكون يعني وقف الضمير كمان امام المسؤولين عنا يلي تركين شعبهم وابنائهم يعني يضطروا أن يتركوا إلى بلاد الله الواسعة هربا من شيء اسمه لقمة العيش. أهلا وسهلا فيك، اتصالاتكم مشاهدينا على 0444444. ألو ألو أهلا بوجور بوجور، كيفك مدام البيت؟ نشكر الله، تفضل معك هوري إذا منطقة مروك الزكواني. إيه أهلا وسهلا، أنا بدي أشكرك أول شيء على البرنامج، وبدي أقول إنه الله يعطيك القوة والإرادة وتضلك تقدر تكفي بهالموضوع اللي عم تحكي فيه. شكرا، تفضل أستاذ علي. أنا عندي مشكلة بقصة كمان تابعة للمي، نحن عنا بمنطقة فوق في عنا خزان كبير مركبين له ترومبة نعم. تضخ يمكن للمنطقة كلها. نعم. هالترومبة صار لنا نحن فترة كثير كبيرة عم نعاني منها، يعني عندها صوت لا بالنهار ولا بالليل عم تخلينا ننام. يعني المدينة الصناعية أمرها بيشتغلوا بالنهار، أكيد كل يوم بيشتغلوا بالنهار، بالليل ما في ست الأبرة بتسمعي رنتها، نحن لا ليل ولا نهار بسبب ضجيج هالترومبا. بسبب ضجيج هالترومبا نعم. يعني القصة ما بقى يعني زايدة عن حدها كثير، يعني القصة إنه كمان في طفيلة، تخيل إن طفيلة بيوعوا ساعة أربع سنين، بيوعوا ساعة واحدة بالليل بيرقدوا لعندي بابي مش قدران نام صوت ترومبا. استاذ عمري يعني نحن تلقينا اتصال يمكن اذا مش من حدك من سكان المنطقه المعنيين، وقالوا لي انه كمان قدموا عريضه واعطوني رقمها. في شكوى صحيح، شكوى صحيح. وانا تواصلت مع مؤسسه مياه بيروت وجبل لبنان وتابعتها، وحتى يعني نهار الجمعه الماضي كنت بعدني عم بحكي بالموضوع انه على القليله وصلت لكم ردوا على هالناس. يعني اذا نعم. نحن نقول مطار مفروض يكون عنده مولد كهرباء، لازم يكون عنده كل شروط السلامه العامه، ضجيج وتلوث، فكيف هيدا ضجيج متواصل ترومبه مي؟ نحن على كل حال نحن وقت اللي تركبت، بدي اقول لك شغله، وقت اللي كانوا بدهم يركبوها نحن نبهنا بوقتها، نبهنا نعم. وحكينا مع رئيس بلديه الدكوانه وحكينا مع المعنيين بالمي انه لا يجوز تركيب ترومبه مي بين بيوت سكنيه اذا مش اخذين شروط السلامه اقله الضجيج اللي يعتبر كمان تلوث، بوقتها ما حدا يمكن اكترس لحين وقعت المشكله. انا بشكر اتصالك كمان، يعني بتمنى على المسؤولين اليوم اكيد يعني عطله رسميه، بس بتمنى ابتداء من بكره يلتفتوا شوي اكثر لحياه الناس وامور الناس. اهلا وسهلا فيك استاذ اونري، وانا رح ارجع تابعها كمان لنشوف شو الجواب رح يعطونا اياه. كمان اتصال. الو بونجور. بونجور، كيفك ست ربيع؟ نشكر الله، تفضل معك شخص. انا بدي اطرح لك مشكلتي، انا عايش على مكنه اكسجين 12 ساعه نعم، وباخذ 12 دواء وثلاثه برانسولي وما عادش اقدر امن الدواء، وعندي ابني سجلت وناس ساعدوني بدي سجل بنتي مش قادر سجلها، وانا ما بشتغل، مش انه ما بدي اشتغل، انا انه قاعد على مكنه الاكسجين وبحاجه لمساعده، والتجأت لك ما لي حدا، وعندي هالاولاد انا يعني اكل مش عم بقدر طعميهم، بس بدي اعلمهم لا يضمنوني بالمستقبل انا وامهم، انا مريض وبحاجه لمساعده. باي صف باي مدرسه شو قديش القصد؟ البنت بدي احطها بمعهد، الصبح حطيته بالدكوانه بمعهد، البنت بدي احطها بمعهد طالبين مبلغ مني. قديش المبلغ؟ بس انا مش قادر ادفع المبلغ. قديش المبلغ؟ طالبين مني تسجيلها بال 1500 دولار، بس طالبين مني شي 400 دولار اول دفعه، انا مش قادر ادفع لانه ما بيشتغل ومش قادر اجيب لهم كتب، سديني ودواء ما عادش عم بقدر امن، كنت عم ببرم على الكنايس وكذا وبالكاريتاس بياخذوا نص حقه، وانت بتعرف وكل الناس بتعرف، انا ما بشتغل وقاعد بالبيت. سؤالي ليه بالمعهد مش بمدرسه رسميه؟ يعني وقت شلت نصريتي انا تاخرت البنت سنتين قعدت بالبيت، ما عم يستقبلوها اكبر من عمرها، ومعهد الدولي ما بيستقبلها ما عندها شهاده، هذا معهد خاص. من شان ما تضيع عمرها البنت، يعني تتعلم منه مصلحه خياطه او ازياء او شيء، وانا ما لي حدا غيرهم بالمستقبل يعنوني، لاني مدى حياتي باخذ الدواء علاج دايم مش ما شهر وشهرين. معي ضغط وكوليسترول تقل السكن وبالقلب وبالروايه طلع لي بولين بالروايه. طيب لقول لك انه اول شيء بقدر اكيد يعني بفهم قديش اللبناني حتى يطلب قديش بده يكون مخنوق يعني، وبتمنى من الخيرين اذا حدا عم يسمعنا اقله يعني ننقذ هذه العيلة، لانه العلم نور، حتى يعني هالبنت هيدي ما تروح الى اتجاه اخر لا سمح الله، بالوقت ذاته عم تتعلم وظيفه، عم تتعلم مهنه، ما عم تتعلم
اكاديميا ولا عم تفوت على مدرسه مثل كل الاولاد يلي من عمرها. انا بتمنى ما بدي اياك تبكي لانه انا بعد شوي رح بلش ابكي. نحن بدي يكون ولا بصلي 8 ساعات مؤمن، رح صلي لكل انسان بيساعدني. انا انسان مؤمن كثير، اسمعي لي عدالة. طيب الناس لبعضها بدي اقول لك شغله، وانا بدي اقول لك اهلا وسهلا فيك وبتمنى الخيرين كتار. ان شاء الله يتصلوا فينا ونقدر نتواصل معك ونامن لك قسط المدرسه لبنتك. اهلا وسهلا فيك. فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا عبر الام تي في ومنتابع نتلقى اتصالاتكم على 0444444. بدي اقول اذا في حدا من الخيرين يلي حابين يساعدوا هالمواطن يلي اتصل حتى بنته تتعلم مهنه تقدر يعني تعيش من خلالها وتامن الدواء واخره اهلها، بيكون شغله كثير منيحه واكيد مشكوره. اتصال جديد. الو الو الو. اهلا. الله معك. يا اهلا فيك. انا بتشكرك كثير وبتشكر الاذاعه على هالبرنامج الحلو. الله يخليك. معك الشيخ وليد طبوش، امام وخطيب مسجد خالد ابن الوليد في التباني. اهلا شيخ، وكل عيد وانت بخير براس السنه الهجريه اليوم. تفضل شيخ. وانتم بخير. انا بس حبيت يعني عم اسمع البرنامج فحبيت ادخل عليكي بمساله العباره. نعم. وانت بتعرفي العباره شو صار فيها وقدام احنا كشعب لبناني اجتنا ماساه وفاجعه. نعم. ولما دخلناهم على التبين الشهداء تحت ازيز الرصاص والقنابل. نعم. وقفت المعركه احتراما للشهداء وكان كل لبنان وحجاره لبنان ودموع النساء اللي كانت كانها عم تقول للشهداء سامحونا. الشعب اللبناني كانه كله عم يقول سامحونا ايها الشهداء، نحن قصرنا بحقكم، تركناكم 40 يوم في الغربه ورجع لبنان احتضن هؤلاء. نعم. شو بتحب تقول شيخ؟ نحن من خلال البرنامج بدي منك انه اول مسؤول عن الحادثه، شو بدنا اللي عم يحكوا وبيقولوا راحوا واجوا بغير شرعي وغير هذا، راحوا هن من اجل لقمه العيش والامن وهذا، وانا سمعت رئيس البلديه شو حكي، لكن اول مسؤول هي السفاره الاستراليه. نعم. الدوله الاستراليه لما استنجدوا انجدونا لانه اللبنانيين ما قبلوا يستنجدوهم، ما قبلوا النجده، ما قبلوا يعطوا النجده. نعم. مع انه 4 ساعات ونص انتظروا الاهالي قبل وقوع الكارثه وكانوا على اتصال بالدوله الاستراليه. نعم. والدوله الاستراليه تقول لهم نحن جايين ونحن جايين ونحن جايين، ومع احترامنا للدوله الاستراليه الشعب الاسترالي انه هم بيدعوا بالانسانيه، لو كانوا هولي امريكان جنسيتهم أو كانوا كنديين أو فرنسيين كانوا أنقذوهم أو بعثوا لهم مثلا أشياء للإنقاذ. لكن هن قالوا لهم نحن عارفينكم وين وشايفينكم وين. نعم. يعني شيخ أنا نعم تفضل. نحن اللي بهم وما قبلوا يسعفوهم. نعم. فأنا بدي من طمعي كرمك وكرم الإذاعة لأن تي في إنه تروح زيارة على السفير الأسترالي ونحملوا المسؤولية ولو باعتذار أو بعد تعازي. نعم. لأنه نحن اللبنانيين ككل اللبنانيين نحن قلنا على كل العالم العربي والأجنبي. هلأ لو الطيارة الأندونيسية وقعت بباب التباني نحن كنا شو عملنا شعب ونساء وأطفال؟ كنا انقذناهم وكنا او طياره استراليه ما بس انقذنا الارواح، كوني على ثقه ستنا، نحن كنا انقذنا الحديد التابع للطائره الاستراليه. شيخ انا بقدر اكيد اتصالك واكيد الامور الانسانيه تسبق كل شيء، يعني اللي بيجمعنا دول وشعوب هي انسانيتنا. انا بشكرك وبتمنى يكون في تجاوب من السفاره الاستراليه معكم. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو الو الو. تفضلي مدام. الو. اهلا. الو بونجور. بونجور تفضلي.
معك مدام جدعون من راودة. اهلا وسهلا مدام. بليز ريبيكا، ما عم بعرف ليه الكهرباء مقطوعه لنا جمعتين. نعم. ما بتجي الا انجا يمكن ساعه او نص ساعه بالنهار، وبتنقطع كل الوقت موتور 24 ساعه موتور. ايه لقلك ليه مدام، بنيو راودا دكويني وقسم من الحزميه، يعني كل يلي بيتغذوا من محطه المكلس كوميرسيال عندهم هلا تقنين كثير قاسي بالكهرباء، ووضحته كهرباء لبنان لانه في عطل بسبب شركة عم تعمل أعمال ضربت الخط الكابل تحت الأرض، للاقيوا الخط للاقيوا العطل، والظاهر بده شوية وقت، بده شوية وقت، هيدا هو السبب مدام. بس انه في احياء فيها وفي احياء. ايه مزبوط، لانه حسب انه اللي بيتغذى من هيدا المحطه مباشره ما عم يقدروا يعطوه اكثر من هالوقت هيدا وقبل، او يعني واوضحوها، لانه ما في بديل مطرح ثاني يعطوه الا اذا عمل خط المنصوري المكلسه اللي في اعتراض عليه من قبل الاهالي. اوكي، وتدو امتى هيدا التصرف؟ هلا نحن ناطرين، عم ببلشوا تصليحات، قد ايه بتاخذ وقت ما حددوا. الأفضل ننقل من المنطقة مثلا احسن. ما رح ننقل مشان الكهرباء، ما رح ننقل مشان يعني. ما رح ننقل بيت مشان الكهرباء، يعني الدولة عليها تأمن كهرباء، بس حضرتك سألتين وانا عم بقول لك شو المعلومات اللي عندي اياها. اوكي، اهلا وسهلا فيك. اهلا، كمان اتصال. الو، مرحبا مدام. مرحبا، كيفك؟ نشكر الله. نحن بدنا نقول لك بخصوص النفايات هون بعكار. نعم. نحن بنسكن جنب مكب نفايات برؤيل. نفايات مع كل المعنيين بالمنطقة. شو اسم المنطقة إذا بتريد؟ حكينا مع كل المعنيين المسؤولين، وحتى وصلت للقيم معهم بعكار هون، وما حدا عم ينبينا ولا حدا عم يتجاوب معنا ابدا. وين هالمكب؟ بريد برؤيل، يعني المعني بالامر هو المعني. نعم، لحظه، وين هيدا المكب؟ نعم، مكب النفايات وين؟ مكب نفايات في منطقه برؤيل هو. اوكي، فيها بلديه؟ ونحن بنبعد في بلديه، ونحن بنبعد عن عن المكب، بنبعد عنه 30 متر بس، منازل البيوت يعني. اف، عم يسبب لنا حساسيه وربو وامراض. اكيد اكيد طبعا، يعني ما حدا بيعيش حد مكب نفايات، يعني اكيد هيدي شغله طبيعيه. رح نشوف رئيس اضطرينا جبنا جروفي نعم، وقطعنا الطريق اللي بتوصل للمكب. لقلك نحن رح نتوصل، نحن نفتح، نعم، ما بدنا نفتح مشاكل مع هون جيراننا واهلنا. إذا حضرتك بتوصلي لنا صوت من المعنيين لوزير الداخلية لهالناس المعنيين، بنشكرك كثير يعني، بنشكرك. أهلا وسهلا فيك. رح نشوف البلدية أولا، نشوف إذا في شيء مشروع للنفايات بالمنطقة لمعالجتها أو وين بتنرمى، وأكيد بنكمل معهم نشوف وين بنقدر نساعد. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو، مرحبا. مرحبا، كيفك مدام؟ نشكر الله كثير، والله حابين نحن نشوف هالشكل الحلو يعني. اهلا وسهلا، بس عندك مشكله، عندك شيء بنقدر نساعدك نحن؟ نحن انا عندي مشكله حكيتك من فتره شهر. شو هي؟ كرمال مدرسه الخضر الرسميه. نعم. وقلت لك عشان الوالد والوالده هن اللي بيشتغلوا بالمدرسه. ما جاوبتك على الموضوع؟ لا، وحتى قلت لي خليه ياخذوا الرقم، ودقينا كثير ما عاد في جواب لنا. لا، لكن نحن مقصرين بحقك، بنكون رح نرجع نتابع الموضوع. اهلا وسهلا فيك. بتعرف قد ما بيجي كم من الاتصالات، بس ما بنزعج اذا حدا رجع ذكرنا، يعني بالعكس، لانه نحن موجودين حتى نساعد قدر الامكان. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. مساء الخير ست ربيكا. يا هلا فيك، معك عارف تلحوق منطقه الصنايع. اهلا بالاستاذ عارف، تفضل. وصلنا نحن أربعة أيام عم نواجه نقص في مية الشرب، بتعرفي هذه المنطقة بيروت. نعم. وما في سبب من شركة مياه بيروت لحديت هلا توضح على سبب انقطاع هالمياه، بركي عبر حضرتك من هالتلفزيون الشاشة الكريمة نقدر يسمعونا إنه أو يعطونا سبب لعدم انقطاع. هلا السبب الأول اللي دائما عم بيقولوا لنا إياه بهالفترة هو شح المي. هذا أول سبب، ولكن في أعمال عم بتصير كمان، أعمال تصليحات عم بتصير،
ما بعرف اذا انتم كمان توصل لعندكم، لانه في اعمال حفريات عم بتصير كمان على المزرعه وعندهم نفس المشكله، خمس ايام مقابل تلفزيون جديد ما عندهم مي. ولكن نحن اليوم بتعرف عطله رسميه ابتداء من الغد، رح نتابع الموضوع ونشوف ليه ما عندكم كهرباء على الصنايع. وانا دائما بقول لهم بالمي يعني اقله اعلموا المشتركين حتى يعرفوا حالهم شو بدهم يعملوا، انه هيدي مي بالنتيجه. اهلا وسهلا فيك استاذ. ننتقل لصوره اليوم. اللي عم بتشوفوه قسط المي مكسور من سبعة ايام موجود بالنقاش بطلعة المونوبري، وهالمواطن عم بيعبي من هالقسطر يلي قاطع اكيد المي عن منطقة بكاملها من ست ايام، ما حدا التفت، مع العلم انه بلغوا المي ليلا نهارا، يعني الصورة بالليل واللي شفتوها تاني نهار صورة بنهار، والأهالي عم يجوا يعبوا المي دغري مباشرة. أنا بدي أعرف إذا مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بتقبل إنه يكون هالمي رايحة هدر ست أيام قبل الفرصة الرسمية اليوم، ما كان بيقدروا يصلحوا هذا العطل خصوصا إنه عندهم علم؟ سؤال هيك بكل بساطة عم بسأله بمحبة، وين هو يعني الموضوع؟ يعني أقله إنهم يعلموا المشتركين أو يجوا يصلحوا. كمان نزلت صيدلية مازن بوطل مصيد بما عندهم مي، وأيضا بحي الوتوات ما عندهم مي من خمسة أيام. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.